الله وبركاته. اسعد اسعد الله اوقاتكم بكل خير. عموما يا جماعه والله طولنا يا جماعه، لكن والله مو بيدنا، العمليتين سويتها خلال 5 ايام، تخيلوا. الله يبعد عنكم الشر. وبعدين اختبارات الحلوين، كم الاختبارات يا ولد؟ والله ان شاء الله يعني. شفت جبهتك زي جبهتي وانا غاسل يدي. المهم ان شاء الله يا جماعه، كيف الاختبارات؟ يا هذا واحنا مدلعينك في الفلوق اليوم يا جماعه، الفلوق حسب ضغطكم انتم علي في الانستغرام. قلت يا بدر ترى جوانا فازت معاكم وانها تتحكم في يومكم، فما سويتوه، فاليوم جوانا بتتحكم بيومنا. وهذا الحبيب خلانا نكنسل سفره الرياض امس. ليش؟ رجعت لها الحاله مره ثانيه. شوف تقول مدمن. الحمد لله رب العالمين. عندي فكره شوي مجنونه، بس لا لما نروح مكان بفشلهم. لازم الصورة. ما ادري والله عنا ما انت اوبت. وش قاعد تسوي؟ قاعد اقول حق البلانز. افا وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خرجنا على الله توكلنا سيت بيلت يا جماعة. والله ما ادري اذا قلت لكم ان خولة وريمة تراهم بالرياض، لكن هذه اللي عادة إفادة يعني. فالحمد لله بيخف علي الضغط يا جماعة، بيخف علي الضغط. جوانا أنا ما أدري وش قلتي للناس. ها؟ بصير زي ماما. يا والحال يا بابا. الحين أنا طيب، الحين وين نروح؟ يلا خلينا نروح المول. أنا داري اشتري لي يعني. أنا داري يا بابا الجو حلو، نروح البرق والبابا طاعس على كفرين. إيه بس وين بنروح اللبلب؟ فنروح نلبلب. احنا طيب. اصدقاء وي هاف ا كونكشن يعني مع بعض. وش دخل اصدقاء؟ عشان تخليك تشتري لي حاجه يعني. مدري الكاميرا مايله ولا احنا اللي مايلين كذا، فاهم؟ ما علينا يا جماعه، المهم نروح المول الحين ونشوف وش بتهبب. يلا. وبسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا المول. طيب وش نسوي؟ خلينا ناكل اول. انا جوعانه. طيب وش قاعد ايت صح؟ خلينا ايه ستيك هاوس او جست بس والله شكل لا مو فاكس ستيك هاوس. نبيع الكليه شوي كامل اي بس لازم شيء لازم انت تاخذ من الكيد منيو. انا اخذ وجبه اطفال؟ هذا ايش اللي طلعت براسك؟ لا مرحبا عبد العزيز بدر. طيب عزوز ياخذ اي شيء، ياخذ اللي يبي. ايه صدمة كبيرة. في اتفاق علي. البامي. أنت لسه تاخذ من الكيد منيو وش تقول؟ يلا. Come with the trip. Yes please. هذا حق عزوز. هذا حق عزوز ما شاء الله. كثير. ننسى لك يا بابا. أدن هذا البطاطس. وين حقك؟ خلينا هذا حقك؟ حق مجودي وش حقك؟ Yes, mini, me. For him. حتى اوكي شكرا. سمير زي كذا. يلا بون ابيتيت. بون ابيتيت. طيب هذا حقي ستيك. ايش فيه؟ بابا ايش هذا؟ ما في شيء جوا. ما في شيء. ولا شيء. خبزه ولحمه. طيب يلا مشي مشي نعمة كريم. يلا اوكي خلصنا ناكل الحمد لله. بس الحين بابا تعال. انا اعرف وين ابغى اروح. وين؟ سيفورا. الله اكبر عليك. عشان لسن عشان ابغى بابا صح؟ ها؟ ابغى ميك اب. انت تبغى ميك اب؟ ايه والله وكبرنا يا بابا. صغير ميك اب. انا صغير ميك اب، صغير صديق. صغير صديق؟ صغير صديق. صغير. نشوف يلا. صراحة خلينا نلعب شوي before I get my سيفورا. قبل سيفورا تلعبين؟ ايش تلعبين طيب؟ والله يا بابا سيارات. ها؟ سيارات. سيارات؟ ايه انا طالع راسي كاني. وصلنا الى كريزي كار، هذا هو اعرف هذه وديتكم اياه قبل. طيب مي مشكلة 5 دقائق من يلعب معك؟ انا ما اقدر طبعا. نعم؟ ايه انت بس؟ هذا وانت تدخل معاها. هذا وانت مقترح اللعبه. انا وانا ما يدخلوني يا بابا. طيب سحبت عليك يا بابا. اسك جوانا. لا نسال شوي. طيب ايش فيها جوانا؟ ايه كبرنا البؤساء. ما بيدخلوني.
يلا يلا الحين نشوفها. اسلم الله. جوانا لازم تسوي كذا حركه بهلوانيه. ايوه ايوه قبعت 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 قبع. يا سلام عليك يا وحش. بس تخ ايش في يلا. لحظه 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 لحظه. ايوه خلينا نلعب مع like my brothers. انت لعبتي خلاص؟ no just so I can have fun. اه تبغى عشان حالك عشان تنبسطي والحين تلعبي تلعب مع اخوانك. تبغى البوكس كذا. والله يا جماعه جوانا بتجلطني. والله العيال كبرت صاروا يخططوا ويسووا. والله ما توقعتها تقول بلعب اول شيء لحالي والبعول الثاني مع اخواني. يا شيخ هذه ما سويتها انا وانا يعني راعي الدنيا السوالف ذي. وبدات اللعبه. يا سلام عليك. من شروط اللعبه تدخل في رصيف يا بابا. ايش في ذا قاعد يدور كنا نحله يا عبد ال... ما هو بسوالف. الوقت الوقت يا ولد. يا رب انا نشوف نشوف اخر. يلا عزوز اسلم. آه سلام عليك. اهلا اهلا. كم اكلتي رصيف؟ ثمانية. ثمان ارصفة بيض الله وجهك. وهذا للحين يلعب. عطها واحدة عطها واحدة يا مدير. قبع والله اني داري. الحين اروح ميك اب سيفورا مو صح؟ علي تبغي ربك كريم. Like I have not been on the elevator like. أول مرة صح؟ إيه. بسم الله. يه. وصلنا سيفورا. انبسطي. وش تاخذين وش اسمه ذا؟ مسخرة. آه مسكرة. ها؟ لا لا خلاص خلاص. طيب إيش قاعد تسوي؟ أنت تغطي علي. الله يسلمك. يا أنا؟ لا لا. لحظة لحظة. عطر شانيل. اي وابتسامه. انا ابو حاجه يا بابا. جينات جينات امك انتقلت. وش تبي انت؟ ابا كلون للرجال. في زيت زيتون في البيت. طيب تمرخ بيه ايدينك على الشتاء. يلا. لا وبعد تمشي تبغى نشيل لها الكيس. يا يا سلام. اوكي لازم اخر مكان. اوكي اخر مكان اخيرا. ها آه وش هو؟ نلبس ماتشينج بيجاماز. نلبس بجايم كلنا. نسوي بالبجايم. بسم الله. بابا خليت الرجال يقهويك عشان بس الفكرة الأخيرة هذه. كيف يا بابا بجايم؟ أول شيء لازم نقهوي. أنا أقهويك عشان ترجع عن كلامك. الرجال طول. إيش إيش تقول بابا؟ بابا أنت موافق إنها إن إحنا نلبس بجايم مع بعض؟ أهم شيء إنك تعطيني حاجة. تعطيك شيء أي شيء؟ أي شيء أهم شيء إنك تعطيني. إيه. اعطيه يا بابا بطاطس تسالي اي شيء. بابا جبتكم هنا تتقهوان عشان بالله تقنعها. بابا هتفضلي جبت لك يا بابا كيكه قبل عيد ميلادك عشان يا بابا جمرك جم. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص فشلت المهمه. عزوز السلام عليكم. عزوز نبي قصيده. قصيده قول له هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا ما لقيت. حاط فلتر؟ لا يا بابا. بابا ايش؟ وليش وليش وليش؟ باب النويل؟ اي باب النويل؟ ذا دب النويل يا بابا. يلا مع السلامة. يلا يشبهك يا بابا مو صح؟ هذا يا بابا. وش ذا؟ الله هذه حلوه. That's so cute. هذه احسن واحد. هذه احسن واحد. اخذ هذه. ايه ايش تشوفني انا؟ والله حلوه عجبتني. خذ هذه. اخذ نفس الوحده عشان نكون يعني ماشي. لازم تاخذها. وطيب اخوانك؟ اخذوا كمان. نفس الشيء؟ ايه خلاص ما في. يا ننك بكلنا يا مو بلحالي. يلا. آه بابا آه بابا الافكار الشريره هذه حتى يضحك علينا. والله احلى. والله والله احلى. والله الافكار الشريره هذه من وين جبتيها؟ طيب ايش نسوي في البجايم؟ نشوف موفي معه. نشوف اه ايه اوكي. feeling nice. الله الله عليك. هلا عليكم.
لا لا السلام عليكم ما قولي له هاي هاي هلا ظاهر يا بابا سهران سهران من امس حسنا اتكلم عربي والله ابى اروح سيفورا لحظه اصبر اصبر وين سيفورا خلاص اعطانا دقريه وسيقول توكل على الله خلاص خلاص اوكي ف خلصنا الحمد لله بس أيوة. اخر شيء لازم ناخذ الموفي ايوه سناكس الحين طلعت فراسه نروح ناخذ لنا سناكات اي بس كيف تشوف موفي with no popcorn نو نو سكيلز تعرف من اللي يعلمك بس انت دائما كيوت ودائما ترحم يا اخي شكرا شكرا I'll take it as a compliment السياره ها اشتقت للسيارة الحين بنروح البقالة ونجيب سناكس بقالة بابكورن سوبر ماركت وصلنا سوبر ماركت ينسان قال لك تخففي علي يعني اها بابا ليش ما اخذ عربية سلة سلة كويس يعني ما ادري والله ذبيحة عادي ها تفضل عشان يعني العب معاه تو يعني طيب انا ما ادري ايش اسوي ما لا تسالني المهم انا بسكت عشان لا اتورط هذا وش لحظه يا بابا اكل قطاوه وش دخل القطاوه يا بابا انت تتحكمي في يومنا مو تتحكمي في القطاوه بدي اشوف الفيلم معنا والله شوفوا يا جماعه ما بعد خلصت منهم ما القطاوه تستمتع كيف يعني تشوف معنا الفيلم نفتح هاي يلا تشوفوا هذا التعليقات خلي جوانا خلي جو عشان نعم يا رب وش ايش دخل ايش دخل بالونات عشان لما نفتح موفي وي جو ياي وكمان بيرث داي ليا قريب يا صاحبي بابا انت شهر ثلاثة لا مين يصير صغر كيف كذا فيكم شيء انتم ماكلين صمغ شيء ولا ما شاء الله 96 الحين ما شاء الله انا 66 خلاص اوه لازم هذول عشان ممكن نمشي ممكن والله العظيم ارتفع ضغطي لازم هذول عشان لما نغسل الصحون بعد ما نخلص أتسوي. شفت كيف انا اسوي والله داري انها بتقوله اكبر على عدوك يرضيك يا سيد مياو اللي قاعد يصير ليفا مين ليفا مين ليش ايش تبغي في الليفا وليمي وش اسوي بالليفا انت تاكل فيها انا في شاور يا بابا بس ايش تبغي في الليفا الحين شو اسوي بابا اعطيها بف هاي يا بابا اناناس طيب ايش اي اناناس وانا بدر وانت جوانا ايش تبين بالضبط السلام عليكم بس احنا لازم اناناس مقص عشان ما عندنا اناناس بالبيت وانا ابيض ابغى بذور البازلاء ايش فيكم على اخر الفيديو انهبلتوا لا 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 مو بس اناناس بس هو انت السوق سمعنا كله شيري بابا ملح مكتوب اسود ما هو اسود كذا الاسود احمل ناعم بلاك سولت ايش في ايش في خلاص خلونا نمشي وناخذ يون كيتوي بابا هذا حق الخبز البراتا ايش تبغي فيه بتعجنين ولا نشوف فيلم احنا وين رايحين وفي نهايه هذا يا بابا عجين انت لما اشوف الموفي اسوي هذا مرتفع حرارته انت ايش دخلك هلا خلاص ما ولا بتكلم ولا شيء جو عشان تسوي سندويشات صح سندويشات وقت الفيلم صح اي شيء موافق مع الايس كريم ما ادري والله يلا شوفوا يا جماعه لو رحنا السينما كان احسن لا ما اتفقنا اشتقت لورق عنب فاشتريت فلوس اكيد يعني اي اكيد بابا هذه يمكن شكلها حتكون اخر مره اجرب معاك تتحكمي في يومنا وتبغي ورق عنب عشان الموفي ها؟ ايه يا ويلحالي قصدي لا تكنسل بسم الله الرحمن الرحيم هلو هذه حق الاوفيت حبيتها let me show you what the rest looks like okay مجدي تعالي هنا الله بعدين عزوز بعدين بابا ضروري؟ ايه لازم يا بابا والله مرقعين اليوم يومي اوكي؟ والله انت سو كيوت
لا والله شكل احد عجبني. ابو الترقيع اللي احنا فيه شايف اي اهم شيء اسمه مع جلاسز قد وين تبعها؟ حط مخرط قاعد يطلع منه طيب خلنا اوكي اوكي بس خليني اشوف let me show you my setup. الله هذا الموسيقى معك حط ليف لحظة ليف ليش عشان نسوي ليش واحدة موزة عشان نسوي اول واحد يفوز من البوكس فايتنج ايوه بوكس فايتنج تبي تسوي تحدي اللي يفوز ياخذ ليفه إيه. لا هذا بيفوز اعطيها الليفه وفكنا وش ذي المسابقه الخايسه يا بابا وش لا لا ايش في هذه اللي خلاص تفلتت علينا والله لا يكون في شيء غريب لحظه شوف موزه واحده وليفه لا بس ما ما ما, ما في شيء ثاني اربع بطاطس لا لا مي مشكله ما عليك هذه العاب بلا بقره لا 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 القطوه القطوه يا ابوي يا سلام عليك يا سلام عليك ايوه الله 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 اليوم نشوف راتاتوي هذا فيلم الفار اللي من قبل 14 سنه هالفيلم نزل لي ما انولدت اي صح والله في السنه اللي انولد فيها مجودي عزوز مجودي شو اسوي يا سلام عليك هذا أيوة. 16 يا بابا اخذ الدواء قبل شوي يا بابا تفاعل بابا الكيمياء مالك اتمنى يعجبكم هذا الفيديو الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب باي يلا يا بابا ست يا حبيبي what do you want to take جلس جنب البقالة عشان يصادر كل شيء انا اشوف هذا الفيلم على الاقل يعني 20 30 مره والله زين يعني اعمل شوف مره ثانيه